ورحمة الله. مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا الفيديو الجديد وشرح جديد على قناة فؤاد فورنات. إذن في هذا الفيديو إن شاء الله سأريكم طريقة تحويل كاميرا الهاتف الخاص بكم إلى كاميرا ويب على حاسوبكم الخاص، سواء كان الحاسوب المحمول أو الحاسوب المكتبي، ما عليكم سوى اتباع الخطوات التي سأشرحها الآن. إذن نظرا لغلاء أسعار الويب كام، فالهاتف هو البديل الجيد. فكما ترون أنا أصور بهاتفي الخاص، فهو كما ترون على برنامج ستريم لابز بكفاءة جيدة بدون تقطيع كما ترون. إذن بالنسبة للطريقة، ما عليكم سوى اتباع الخطوات التي سأشرحها. أولا ندخل لجوجل كروم، بعد ذلك لموقع جوجل. في موقع جوجل نكتب على ريسيرش إيريون ويب كام بي سي، هكذا ندخل لأول موقع يظهر لنا. إذن هذه هي الواجهة الرسمية للموقع أو للبرنامج. إذن كما ترون فهو يدعم جميع الأنظمة، أنظمة الويندوز والماك وإوبانتو والأندرويد والأبل كما ترون. إذن أنا لدي ويندوز 10، إذن سأحمل البرنامج على الويندوز هكذا. إذن بعد تحميل البرنامج ما عليكم سوى تثبيته على حاسوبكم الخاص، فأنا ثبتته مسبقا. ها هو، فكما ترون أن الكاميرا ظهرت. فأنت في الأول عندما تثبت البرنامج ما عليك سوى اتباع خطوات سويفون سويفون أو التالي 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 تغميني. بعد أن تضغط على تغميني لا تغير شيء، ما عليك سوى إخفاء البرنامج لأنها لا تظهر لك في الأول. هكذا يجب ربط هاتفك وأيضا إدخال التطبيق على هاتفك، ثم الربط بكابل USB على الكمبيوتر. عليك الدخول للبرنامج على الحاسوب وأيضا على الهاتف حتى تظهر لك الصورة هكذا. إذن بعد هذه الخطوة وتثبيت البرنامج على الحاسوب، تثبيت برنامج إيريوم ويب كام، إذن تذهب مباشرة للهاتف وتحمل البرنامج. تدخل لموقع جوجل بلاي وتحمل البرنامج اسمه إيريوم ويب كام. تذهب ل سواء ما لديه ايفون او ما عليه سوى الذهاب لبلاي ستور او اب ستور، وذهب لمكان سيرش وكتابة إيريوم ويب كام هكذا. هذه هي هذا هو التطبيق كما ترون. إذن بعد تحميل التطبيق على الحاسوب وتثبيته وتحميل التطبيق على الهاتف وتثبيته أيضا، إذن ما عليك سوى الدخول للبرنامج هكذا وأيضا تدخل للبرنامج على الهاتف، ثم تربط الحاسوب بالهاتف بكابل USB. مرحبا بكم إخواني أخواتي من جديد. إذن هذا هو هاتفي الخاص كما رأيتم. إذن أنا لدي هاتف سامسونج من أندرويد. إذن بالنسبة لطريقة تثبيت البرنامج على أندرويد، ما عليكم سوى الدخول لبلاي ستور هكذا، ثم تكتب إيريوم ويب كام هكذا، هذا هو الاسم إيريوم 4K ويب كام فور بي سي أند ماك. إذن هذا هو البرنامج الذي عليك أن تثبته على الهاتف. بعد أنا ثبتته سابقا، بعد تثبيته على هاتفك ما عليك سوى الدخول إليه هكذا، ثم تظهر لك واجهة البرنامج أو التطبيق هكذا. إذن بعد ذلك ستربط الهاتف الخاص بك بكابل USB على الحاسوب، ثم تضغط على كونتيني أو التالي تحت. بعد ذلك تذهب للكمبيوتر الخاص بك وتدخل للبرنامج نفسه، وسترى أن الكاميرا الهاتف اشتغلت معك كويب كام على الحاسوب. إذن لا تنسوا أن تفعلوا ديبوغينج USB، أي تعطي صلاحية لليوزبي ليشتغل معك على الهاتف.
لا تنسى أن تفعل هذه الخاصية، خاصية Debugging USB، أنا سأكتبها لكم في الفيديو لكي يشتغل معكم الهاتف كويبكام على الكمبيوتر. إذن هذه هي الطريقة تثبيت البرنامج على الهاتف. إذن نمر للحاسوب لنكمل ما تبقى من الفيديو. إذن بعد تثبيت البرنامج على حاسوبكم الخاص سواء كان المحمول أو المكتبي، وتثبيت البرنامج على هاتفكم الخاص سواء كان الأندرويد أو أبل، سواء آيفون أو سيستم أندرويد، إذن بعد ذلك نمر لطريقة اشتغال الويب كام على برنامج ستريم لابس. أنا أشغل أو أشتغل بستريم لابس، فهناك أيضا OBS ستوديو وهو أيضا مثل ستريم لابس، فأنا أفضل ستريم لابس. إذن بالنسبة لإضافة لطريقة إضافة ويب كام لبرنامج ستريم لابس، ما عليك سوى اتباع الخطوات التي سأشرحها الآن. إذن أنا سأقوم بحذف الويب كام الخاصة بي الآن، أضع حذف، فكما رأيتم أن الويب كام الخاصة بي قد حذفت. إذن بالنسبة لتشغيلها، ما عليكم سوى ذهب لهذه الأيقونة في السورس، تذهب لعلامة زائد هنا، ثم تذهب لهذا الاختيار Dispositive to Capture Video، بعد ذلك تذهب لـ Ajouter une source، هنا تكتب أي شيء، مثلا أنا سأكتب ويب كام هكذا، أو تتركها كما هي، ثم تضغط على Ajouter une source هكذا. ثم كما رأيتم ظهرت لنا الكاميرا الخاصة بالهاتف كما ترون على برنامج إيريون ويب كام الذي ثبتناه والذي نشتغل عليه الآن. إذا كان لديك ويب كام خاصة بك ستظهر هنا، وما عليك سوى اختيار الويب كام الخاصة بك إذا كانت لديك ويب كام، وإذا اشتغلت بالهاتف ما عليك تركها هكذا على إيريون ويب كام، فتظهر لك واجهة الفيديو ويب كام هكذا. إذن في بالنسبة لهذه المعطيات لا تغير شيء، في هذه المعطيات اتركها كما هي، ثم تضغط على تغمينة هكذا. كما رأيتم ظهرت لنا الويب كام على برنامج ستريم لابس. إذن ما عليك سوى وضعها في المكان الذي تريده. إذن أنا سأضع في المكان الذي كان فيه هكذا، ممتاز. إذن بالنسبة لطريقة تشغيل كاميرا الهاتف ويب كام، فهذه هي الطريقة الصحيحة والسهلة جدا. ما عليك سوى تحميل برنامج إيريوم ويب كام على حاسوبكم وتثبيته، بعد ذلك تمر للهاتف مباشرة وتدخل لبلاي ستور أو أب ستور وتحميل البرنامج إيريون ويب كام وتثبيته. بعد تثبيته تدخل للبرنامج مباشرة على الهاتف، بعد ذلك تذهب للحاسوب والدخول للبرنامج أيضا، ثم تربط الحاسوب أو تربط الهاتف الخاص بك بالحاسوب بكابل USB الخاص به، ثم بعد ذلك تظهر لك الواجهة أو واجهة الكاميرا، ثم تدخل لستريم لابس أو OBS حسب البرنامج الذي تشتغل به أنت، وتتبع الخطوات التي شرحتها لكم في هذا الفيديو. إذن هذه هي طريقة تشغيل الويب كام على حاسوبكم الخاص. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، ولا تنسونا في اللايك، دعمونا باللايك فهذا يساعدنا ويساعد القناة للاستمرار إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.